بدايه المباراه انتهاء المباراه لصالح نادي الافريقي وللاسف سقوط ملعب التونسي، معناتها جمعيه عريقه في حجم ملعب التونسي اليوم تحت، نقولوها بكل اسف. بكل اسف بكل اسف بكل حسره. انا محب ملعب التونسي تبع فيها من الستينات. المقابله نتاع اليوم مخدومه. جابوا لنا هالحكم هذا خصيصا باش يطرز وطرز كيما حب. البيلانتي لا اساس عليها من الصح. البيلانتي بتاعنا بيلانتي صحيحه والورقه حمراء غير موجوده، الورقه الحمراء. خاتي الاوراق صفر على البنك. خاتي المخالفات اللي يعطي فيهم ضدنا. عمل كيما حب. علاش؟ هذا يخوف من جماهير نادي الافريقي. خاطر الدولة هذه دولة مارقة على شعبها. حسب رأيي أنا نقول وعدي لي كلامي كله. تحمسوا لي. كل شيء يتعدي. فهمتني؟ فهمت الدولة مارقة على شعبها حطوا أربيت هذا باش يطيح الملعب التونسي. يبدا بنزرت تخسر مع بن قردان، بن قردان تلعب على التريزيام بلاس. ليسبيرونس تعطي الماتش لبنزرت وتعطي الماتش المتلوي. فهمتني؟ وليطوال 4-2 وبعد 4-4 رجيش وصفاقس 3-3 ولا في كل الحساب. شكون الضحيه؟ الملعب التونسي. فهمتني؟ وخاطر الملعب التونسي ما عندهاش جمهور كبير وجمهوره متربي، جمهوره متخلق، وجمهوره عاقل وكوارج يفهم في الكوره انزل عليه. خاطر جمهور النادي الافريقي هدد توا جمع باش يحرق البلاد. هاوكا نتيجتها شنو؟ حسره كبيره بالحق، حسره كبيره وغصه كبيره قاعد نشوفها فيك، معناتها فيك انت وفي احبه ملعب التونسي الكل. الكل 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 وهذا كله احنا راهو وجه كلمه تحمس وليته كل مسؤوليه رقم واحد هي رئيس الجمعيه. هو سبب في اطياح الملعب التونسي للرابطه الثانيه. هو نحمله مسؤوليه كامله. هو سبب. الروح الرياضيه ويني؟ اكثر من الروح الرياضيه دي جوارات ما تتكلمش ما تناقش هاك تشوف عنف وين شوف عنف قبل المباراه وين من طرف جمهور معين جمهور النادي الافريقي جمهور ملعب التونس ما يعملش مشاكل هاك تشوف فين هاني نحب ملعب التونس هاني لهنا هاني خاص هاني باش يبدا في بالك اللي جاي لهنا جاي بالمستعني وجاي بالسيوفه وجاي بالسكاكن وجاي بالسواتر وجاي مبيت هو جمهور النادي الافريقي وعندهم سوابق قبل فهمتني؟ ومزال الملعب التونسي سابق على الجمعيات كل جمعيات عام 63 حمام نمت تربح الاسبيرانس اربعه بلاش يلزم الملعب التونسي تسيب الترجي تربحها خمسه باش ما تطيحش وقت شاد البريزيدون نتاع الفيدراسيون وشادي زويتن ورئيس جمعيه الترجي الرياضي التونسي هو شادي زويتن تربح خمسه بواحد الملعب التونسي باش ما تطيحش تو ولاو يعرفوا الترجي يعرفوا ميثاق الرياضي يا خويا هذا صحيح توا فهمني بارتي صعيبه ياسر حطونا في محطه خايبه ياسر فهمني ما حبيناش فهمني اخر بارتي تكون بين الكليب وستاد تونيزيان خاطر هما فهمني سواء ستاد ولا كليب افريكا فهمني راهي كيف قوي ياسر وما تستحقش برجليه تيوح فهمني اما هذيك هي الكليب لعبت فهمني حبت 3 بوان نتاعها فهمني صح ضربت 3 بوان نتاعها يعطينا صح فهمني ويعطينا صح البقلاوه فهمني وهذيك هي الكوره فهمني اما برج وليا الدولة على الحيط ياسر بالرسمي انت لابس ماريو الكليب وبافيت على الكليب وتربوش الكليب وكلك في الكليب وتدور قدام استاد وتدور في وسط بارد وفي وسط احباء البقلاوه حومتي اول حاجه حومتي فهمني وثاني حاجه ما تصدق كل يعرفوني فهمني وحاجه عاديه مش حاجه صعيبه تو الحكايه هذه معناتها فهمني خاطر في بارد ولا في كلوب افريكا عقلي مشيت هذيك من قبل ما عادش لغه هذيا توا فهمني توا فهمني كلها ولات روح رياضيه فهمني وان شاء الله عم جاي تطلع اصطاد شنو نقولوا هذيك هي فهمني وتيت حليت كيما نقولوا فيها انتهاء مباراه ملعب التونسي ونادي الافريقي بالحق حسره كبيره نشوفوا فيها في صفوف احباء ملعب التونسي انا ما نحبش نقولها باش نخلي الميكرو لك انت باش تحكي شنو اللي صار اليوم بسم الله الرحمن الرحيم اللي صار اليوم هي فضيحه كبيره جدا بكل راني مش نحاول اني نعبر وبالفاظ نحترم فيها المشاهدين انه فضيحه اللي صار فضيحه بجميع المستوى بالمناسبه راني مانيش من احباء الملعب التونسي لكن نقول انه اللي صار اليوم ظلم ومهزله اول حاجه بدت بالتهييج نتاع الجماهير انه جماهير نقولها النادي الافريقي انهم تهديدات بالقتل تهديد الحكم بالقتل وقتل اصلا اهله
زوجته صغاره يعرفوه في نسكر والنيابة العمومية ولا أبدت أي شيء أي ردة فعل. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نعرفوه صادق السالمي أنه هو حكم المهمات القذرة وعنده تاريخه، هذا مانيش نجني على راجل لكن كل شيء موثق، كل شيء موثق. اللي صار اليوم، اللي صار اليوم أنه محايد، راني محايد فعلا. نشوف انه ثلاثه ضربات جزاء واضحه ونخلي الفنيين هم اللي يحلوا، هم اللي يخطوا شيء هذايا للملعب التونسي ما يزفرهمش عادي جدا، بل بالعكس، بل بالعكس يخرج واحد يعطيه ورقه حمراء. نشوف الروح الرياضيه نتاع الملعب التونسي انه ما ردش الفعل، هبط راسه وخرج. حسب رايك انت اعمال الشغب والعنف اللي صارت قبل المباراه اثرت هي على نتيجه المباراه ولا؟ اول حاجه على اعمال الشغب هذه مرفوضه بجميع الوسائل مهما كان الفريق، مهما كان. انا ما نعتبرش أداء أفر، ما نعتبرش أداء أفر. المعنويات اوكي متفقين، متفقين المعنويات متفقين فيها، لكن التحذير النفسي، التحذير النفسي اللي اثر على الحكم هي تهديدات على الفيسبوك على مواقع العمل، العمل هذيك مرفوضه بجميع انواع الشغب، جميع انواعه مرفوض ايا كان مأتاه. لكن هذيك ممكن اثرت نفسانيا، دونك لهنا اللي يتحملوا هو انه تحذير نفسي على الاقل حذرهم نفسانيا. راهي الملعب التونسي ماهيش اي فريق من القسم الرابع ولا من القسم الثالث، راهي الملعب التونسي. ونشوفوا انه في بدايه الموسم الملعب التونسي شنو ترتيبها. تجي في ماتش من نوع هذا، هذه واحد، اثنين البيلاتي هذاك اللي خذاته خذاه الفريق المنافس، يعني فيه خبث ودهاء وفيه تواطؤ من الحكم. مانيش نجني على الحكم، راهو مانيش نجني على الحكم ومانيش محلل رياضي، لكن مشاهد بسيط نجم نعرف على الاقل حل الشيء هذا. نقولوا انه الملعب التونسي راه تبقى ديما الملعب التونسي، يحبوا ولا يكرهوا تبقى الملعب التونسي، هذيك البقلاوه تبقى بقلاوه. فما يسالش هبطت الملعب خل العاود جاي تعاود. حسره كبيره عند احباء مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. نشوفها في الحي في باردو هنا، نسكن في باردو هنا، نشوف الحي يعني حي حزين، حي حزين فعلا بالكدا بالكدا ومن حقه. هلا قال الفريق الوحيد اللي ما يساومش، الفريق الوحيد اللي بعيد بعيد على اكل التواطؤ وخاصه شاريه ماتشوات والميثاق الرياضي ضربوا به. لكن بالنسبه للاستاد الناس كل تعرف تاريخه، الناس كل تعرف تاريخه، فريق نظيف وفريق نتاع ناس بالحق يحبوا الكره ويعشقوا الكره. تقدر تربح مش مشكله. اسالني على الوضعيه شكون وصلها الاستاد هذايا؟ اليوم مباراة كانت صعيبة برشا وللأسف بالحق ولا بكل حسرة تحت جمعية، نحن ما نحبوش يوحل حتى جمعية ولكن تحت جمعية كبيرة برشا في حجم بالحق البقلاوة في حجم ملعب التونسي. خويا يطيحها استاد هي المسؤولين اللي هما جلال بن عيسى، روف جيجا، أنيس الباجي وجلال البدوي. خويا هذوما هما اللي طيحوا استاد وكنا متوقعين السيتياسيون هذيا، فهمتي؟ ما عندناش مسؤولين كبار من الاخر وعلى الاخر ما عندناش مسؤولين كبار. كان جينا عندنا مسؤولين كبار رانا مانعين خويا ولاباس وقدرنا ما نلعبوش على التيح خويا، نلعبوا الفوق خويا. اما الرئيس هذايا خويا باش نعطيك حاجه من الاخر، الرئيس هذايا جا هز استاد شد استاد هو في هي في ديفيزيون 2 اخر الحلقه خويا رجع استاد ديفيزيون 2 غدو خويا يمشي عليه. حسب رايك فم صار تلاعب كبير في النتائج ولا؟ ما عندناش جمعيه خويا، ما عندناش جمعيه، ما عندناش مسؤولين، ما فماش تلاعب، لعبت الكره على روح هذيك هو خويا، كل واحد يضرب على ضربه، ما عندكش مسؤولين باش تخدم لك في لي كوليس شنو صاير، انت يضحاو بيك، منعوا نادي الافريقي خويا وضحاو بيك. ما عرفتش باش نحكي لك، شو باش نحكي لك خويا، انا نحب استاد، نحب استاد خويا، كان جيت عندنا مسؤولين كبار ما نوصلوش الشيء هذايا خويا. ما هو نعاود نسميهم لك، جلال بن عيسى، انيس البيجر، روف جيجا البدوي، هذوما اللي وصلوا الاستاد هذايا، ما عندناش مسؤولين كبار، كان جيت عندنا مسؤولين كبار رانا لابس علينا، خذاها في الديفيزيون 2. باش يرجعها فهمتي صاي رجعها للديفيزيون 2 واضح. شنو شنو تنتظر انت من حكم صدق السالمي انت اليوم؟ شنو تنتظر من حكم صدق السالمي في لهنا باش يخسر لك برشا كلام على البيلانتي؟ برشا كلام، ما فماش رياكسيون بعد بيلانتي، ما فماش جوارات ارسجي جوارات، فماش رياكسيون. اي قبلت بونت والاربيتر غلط خويا، وين وينك انت في التيران؟ ما فما حد شيء، ما فما حد شيء. هذيك يوجع خويا، شو نحكي لك يا خويا، شو نحكي لك خويا؟ عندنا عائلاتنا خويا نحافظوا عليهم، بونا وامنا، واحد مرته وواحد بنته وعائلته خويا. زايد خويا مادام فما اشباه المسؤولين هذوما في استاد باش نبقاو هكا طالعين هابطين خويا. خويا ان شاء الله ربي يقدر الخير خويا وكهو. جمعية الملعب التونسي جمعية كبيرة برشا فهمني، ومعروفة معناتها في تونس كاملة فهمني، بالتيتروات اللي عملتهم فهمني من الخمسينات الستينات فهمني. هذا غالب، هذا هو حال الكرة في تونس فهمني. ان شاء الله تعاود ترجع في اقرب وقت ملعب التونسي. ملعب التونسي كما قلنا جمعية كبيرة برشا،
ان شاء الله العام الجاي ترجع الناسيونال وتوري وجه باهي برشا فهمني، خاصه عندها جمهور كبير برشا في باردو فهمني، وكلنا نحبوا الملعب التونسي فهمني، ابعد جد نحبوا الملعب التونسي فهمني، شيء اسف برشا مي سي با ان بروبليم فهمني، جاي خير ان شاء الله. برشا كلام على الحكم، برشا كلام على البيلانتي، قالك لا اساس لها من الصحه حسب كلامهم هم. انا تفرجت في البيلانتي تعاودت قدامي برسك 4 فوا ولا 5 فوا فهمني، تمثيليه صارت من اللاعب تاع النادي الافريقي فهمني، ماهيش بيلانتي فرانشمون، معناتها فرانشمون دي ماهيش بيلانتي. هنا تظلم الملعب التونسي، هنا تظلم بحق الملعب التونسي فهمني، وهذه هي اللي قلبت الموازين تاع المباراه فهمني، حتى الورقه الحمراء ما يسحقش ورقه حمراء فهمني، هذوما زوز عوامل اللي خلاو الملعب التونسي يتضعضع ويتشنجوا اللاعبين فهمني، وضيعوا البارتي ما بين ايديهم فهمني، لا اكثر لا اقل.